يلا بينا. ايه يا جدع هتفخرني النهارده ده ان شاء الله. والله لسه ما قررتش بس نظبطوه يا باشا سوا. يلا بينا يا باشا نذبح فار. بعد بكره مرحبتين ومرحبا. ديك رومي 5 كيلو احسن طريقه لتسويته على الاطلاق هتشوفوها مع بعض. شوف تكاته كده وتسويته مع بعض وايه التريكات اللي تاخد بالك منها واحده واحده كده مع بعض وببساطه. الخطوه دي انا ما صورتهاش عشان كنت عاملها امبارح وما صورتش ليه الخطوه دي وانا بعملها. وهي عباره عن ايه؟ بجيب القرنفل والحبهان والقرفه وورق اللورة حوالي نص لتر ميه واسيبه يغلي. تمام، لما يغلي بنزل النكهات بتاعته كلها. بغطي الديك الرومي بميه وبنزل عليه بالايه، بالخليط اللي احنا عملناه ده، وبحط معاه بقى ايه، فلفل اسود حب، ليمون شرايح بعصره عليه وبدعك بيه الديك الرومي كويس قبل ما احطه في المحلول. بحط معاه بصل متقطع، الحاجات دي كلها بحطها وبسيبها منقوعه في الديك الرومي لمده 24 ساعه يوم كامل، بحيث ان انا اتخلص من اي زفاره ويبقى اللحم بتاعه طري. الخطوه دي بقى مهمه جدا، وهي ان انا امسح انشف الديك الرومي حتى من جوه كمان كويس بمناديل مطبخ. تمام، كل 350 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، ابتدي انزل عليهم بقى بالتتبيله المشاوي الخطيره من باب الشام. دي ميزتها بقى ان بيبقى فيها شويه توابل كده بتدي طعم رهيب. ينزل بالكيس كله هنا كده، روزماري كتر منه بيدي طعم رهيب، ومعايا زعتر عرايشي، مش هحط ملح عشان دي فيها ملح. ابتدي المكونات دي كلها ايه، امكيسها مع بعض كويس. عجينه الزبده المنكهه دي انا هحشي تحت الجلد بتاع الرومي بيها، تفصل بين الجلد واللحم ده عشان الجلد ما يتقطعش. بس تخلي بالك، بص ايدك بتعدي من تحت كده، فاتح الصدر من هنا كده وعدي الزبده يا باشا بايدك كده وادعك ووزن كده بقى. بعد ما احنا ايه على قد ما نقدر غطيناها من الجنب ده بالزبده بتاعتنا. تمام، معايا بقى هنا نص لتر من الميه السخنه، اهم حاجه تكون سخنه. هنزل فيها بمعلقه عسل كبيره، معلقه صلصه، وشويه كاتشب حلوين، شويه فلفل اسود، شويه كزبره، شويتين ثلاثه ملح، شويه كمون، شويه شطه، يعني حوالي معلقه من كل حاجه. واهم حاجه ايه، نقلب الخليط ده كله كويس قوي مع بعض، كل التوابل تنفصل مع بعضها والعسل كمان يدوب وكل حاجه، اهم حاجه تدوبه كويس قوي. الخليط ده بقى هنعمل بيه حاجتين. اول حاجه هنجيب سرنجه عاديه كبيره عشان يحافظ بقى على طراوته فين في الفرن. انا هاجي عند الصدر بقى واحقن الايه، هشيله واحقن في كل حته لحم كتير. هبتدي احقن، تجيب بقى الصاج اللي انت هتدخله الفرن ده. تمام، تنزل بقى فيه في كميه خضار محترمه بقى، على بصل، تجيب بقى ورق لورا، شويه روزماري حلوين، شويه زعتر، عودين قرفه كده كسرهم وحطهم برده، لان البهاريز اللي هتفضل دي والميه اللي هتفضل هي اللي هنسوي بقى الرز. وفاكر بقى بواقي التتبيله اللي انا قلت لك مش هنرميها، هتبتدي نسيبها هنا كده عشان دي الصينيه دي ما تتلسعش معانا فين في الفرن. ودي بواقي الزبده بتاعتنا دي برده ايه، حط منها هنا كده. هنجيب اي لوح من فوق كده برضه يديك نفسه من جوه كده، هتجيب ليمونتين اضاليه زي دول كده وتخرمهم واحده واحده جوه، شويه كوسه، بصل. الليمون ده بقى مسته مع درجه الحراره العاليه في الفرن يدي طراوه للحم بتاع الديك نفسه. ودلوقتي هو جاهز معانا بعد الفراده دي ان هو يخش الفرن نص ساعه على درجه حراره 200، وهعدي النار هخليها على درجه حراره 180، ساعتين ونص، ثلاثه ونص، على حسب ما هو يحتاج. هنشيك عليه مع بعض. اوبا، بسم الله. ده ترمومتر حراري ومش غالي، يعني شيك برضو درجه سوى السدر، يعني المفروض تبقى 80 درجه فما فوق، 85 88 درجه، حراره معانا 92 درجه، يعني هو كده تمام، ساعتين ونص بالظبط. بسم الله، بتاع سخن. بص يا باشا بقى، بص بقى، شايف الميه دي؟ نبتدي بقى ناخدها كلها على جنب كده ونسوي بقى الرز بتاعنا. انت الخضار بتاعك بص ما شاء الله يعني ايه كله دايبه. بسم الله. بص احنا كده شغلنا بقى الشوايه بحيث ان احنا نديله تحميره حلوه كده على ما نعمل الرز بتاعنا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بص يا باشا، كشف الفرن. الفرن كشيشه بس بشوف التجميره بتاعته والتحميره. بص الرز حبايه في حبيتها، احنا عاملينه بالمرق اللي فاضله من الخضار. الخضار بتاعنا اهو، شويه خضار دول زبد. يلا بينا على الرجاله عشان ياكلوا. Thank you.
بدون اي مجهود. عكس في السوق بتاعك صدري دايم. الله ينور يا باشا. خلي حد يلمس كده حتى من رمضان والله ياكل. اذا انا كنت بيدي احسن.